مبسوط حضرتك في شغلانه؟ الحمد لله الحمد لله، بس ماديا احنا مظلومين، سواء السكه الحديد ماديا احنا مظلومين. تمام. دلوقتي بنتعامل بالتعريفه والقرش الكيلو متر بتاعنا اللي هو الحافز بتاعنا، يعني انا سوق القطر دوت من بعد الواسطه هاخده. تشوف الساعه كام حضرتك؟ الساعه 2 بالليل هاخده اوديه لابو خاطر وارجع. فكر بكام يعني؟ بكام؟ ب 13 جنيه اقل من ثمن علبه السجاير. نشرب شاي بناكل لقمه، حرام. ظروفنا الاجتماعيه صعبه للغايه بسبب الكيلو متر. سواق الفي اي بي القطر الرئيسي في مصر بيقوم من القاهره لاسيوط باقل من ثمن نص كرسي في القطر، يعني اجرة نص كرسي في القطر ما بيحصلهاش. من القاهره لاسيوط ب 35 جنيه، يعني حتى ما بياخدش ثمن كرسي في القطر. احنا دلوقتي حافز 100 جنيه كل شهر عشان شغالين في الورشة دي، العربيات توديها لرابع شهر ما استلمناهوش، مع ان احنا السواقين اربع سواقين اللي شغالين الورشة دي بيشغلوا 3000 عامل في الورشة، بيقوموا بقدرات اللي هي بتقوم في جميع جهات السكة الحديد. سواء السكة الحديد ده اللي بيسوق القطر بيسوقه عدة، يعني اللي بلاش يعامل مثل الطيار، لا ده اقل من الطيار. اللي بيمسح الطياره ده اقل حاجه مرتبه 5000 6000 جنيه، ما بيشوفهمش السواق اللي ليه 40 سنه خدمه في السكه الحديد. انا ليا 31 سنه في السكه الحديد، اخد ايه يا بيه؟ اخد كام بقى؟ عايز اعرف بعد 31 سنه خدمه في السكه الحديد مرتبك الشهري كام؟ مرتبي الشهري 2200 جنيه. ده الاساسي؟ لا ده كل حاجه. لا الاساسي بتاعنا 500 جنيه يا بيه. 500 جنيه ده دوت ليل ونهار ليل ونهار قطرات كده زي الساعه، والكيلو فيها 13 قرش و11 قرش. كيلو متر القطر 13 قرش. ايه 13 قرش؟ ما بتجيبش ملبسه. يعني انت كل كيلو متر تمشيه ب 13 قرش؟ ما بتجيبش ملبسه. من الواسطه للقاهره رايح جاي اقل من 12 جنيه، اقل من ثمن علبه سجاير.